كنا عملنا فيديو قبل كده بنتكلم عن اغرب الحدود اللي موجوده بين دول العالم، وكنا شفنا حدود غريبه جدا بين دول اوروبيه وبين دول امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. لو ما اتفرجتش على الفيديو ده ففرصه انك تتفرج عليها يظهر لك هنا او هسيبه لك في نهايه الفيديو ده وفي وصف الفيديو تحت. استكمالا للسلسله دي معانا النهارده واحده من اغرب الحدود اللي موجوده بين دول العالم، وهي موجوده بين دول عربيه. مبدئيا لو جبنا الخريطة بتاعة دولة الإمارات العربية المتحدة، الخريطة اللي قدامك دي خريطة لدولة الإمارات، وعايزك تبص بقى وتركز في خريطة الإمارات دي كويس جدا. ها، خدت بالك من حاجة؟ لو بصيت كده هتلاقي في حتة صغيرة موجودة جوه دولة الإمارات ومعمول عليها حدود لوحدها. الحتة بقى اللي انت شايفها جوه دولة الإمارات دي خاصة بدولة عمان. طب بص عليها كده كويس الحتة الصغيرة دي وركز فيها، هتبص تلاقي فيها حتة تانية صغيرة جواها، دي مش خاصة بدولة عمان، دي بقى خاصة بدولة الإمارات. طبعا انت دلوقتي تهت واتلخبطت ومش فاهم حاجة، بالراحة كده هفهمك. مبدئيا كده الحتة الصغيرة اللي انت شفتها جوه دولة الإمارات دي هي ولاية عمانية تابعة لسلطنة عمان، موجودة بالكامل جوه دولة الإمارات ومعزولة تماما عن سلطنة عمان، وكل حدودها بالكامل تقع بالكامل جوه دولة الإمارات. ولكن جوه الولاية الصغيرة ولاية مدحاء العمانية اللي موجودة جوه دولة الإمارات دي، في حتة صغيرة فيها جوه تابعة لدولة الإمارات، وهي منطقة النحوة الإماراتية. ومنطقة النحوة الإماراتية دي موجودة بالكامل جوه ولاية مدحاء العمانية اللي هي برضو موجودة بالكامل جوه دولة الإمارات. يعني من الآخر ولاية مدحاء العمانية دي هي حتة كده منطقة بالكامل موجودة جوه دولة الإمارات بالكامل. جوه بقى ولايه مدحاء العمانيه دي في حته اسمها منطقه النحوه الاماراتيه، دي برضو موجوده بالكامل جوه الولايه العمانيه اللي موجوده جوه دوله الامارات. فهمت حاجه؟ اتمنى تكون فهمت حاجه. ودي كده تعتبر اغرب الحدود اللي موجوده بين الدول العربيه. في حدود تانية غريبه هنبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. وتخيل معايا لو انت عايز تروح منطقه النحوه الاماراتيه دي، لو انت موجود بره فانت مضطر تدخل لدوله الامارات، ده رقم واحد، وتمشي جوه دوله الامارات لحد ما توصل الحدود العمانيه بتاعه منطقه مدحاء العمانيه، وتعدي الحدود العمانيه اللي هي الحدود من الامارات لعمان، وتمشي جواها شويه، وبعد كده تعدي الحدود من عمان الى الامارات تاني عشان توصل للولايه دي، او عشان توصل لمنطقه النحوه الاماراتيه. والعكس بقى لو انت موجود جوه ولايه مدحاء العمانيه اللي هي جوه دوله الامارات دي، وعايز تروح مثلا مسقط اللي هي عاصمه عمان، عايز تروح عمان بقى نفسها، فانت كده بقى مضطر انك تعدي الحدود بين سلطنه عمان اللي هي خاصه بولايه مدحاء العمانيه، تعدي الحدود بين عمان والامارات، تفضل ماشي في الامارات مسافه كده تقريبا 30 40 كيلومتر لحد ما توصل حدود الامارات مع عمان، وتعدي الحدود تاني من الامارات الى عمان عشان تدخل عمان وتقدر تروح للعاصمه مسقط. فمن الاخر الموضوع يبان لعبكه ولخبطه شويه، بس بكل بساطه هي دوله اللي هي دوله الامارات، جواها بقى حته من دوله تانيه من سلطنه عمان، وهي ولايه مدحاء العمانيه. جوا بقى ولايه مدحاء العمانيه اللي هي موجوده جوه الامارات دي فيها حته تانيه كده اماراتيه اسمها منطقه النحو الاماراتيه، فهي دوله جوا دوله جوا دوله. وبس كده يا سيدي، اتمنى تكون استفدت من فيديو النهارده وما تلخبطتش معايا. ولو عايز تتفرج على اغرب حدود تانيه موجوده في العالم، الفيديو هيظهر لك هنا فوق، ده اغرب حدود موجوده في العالم، كنا عملنا لها فيديو قبل كده، ولسه في حدود تانيه وحاجات كتيره تانيه هنتكلم عليها. ما تنساش اللايك واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في رحلة جديدة. سلام.